لايستر سيتي، توتنهام، شنا كيفاش الدوري الانجليزي الممتاز، لو برومي ليغ، شنا الجوله السادسه وين شنا مفاجاه، ماشي مفاجاه، هي لايستر سيتي تبقى نقولوا بلي لا بيت نوار تاع توتنهام. وين توتنهام هاري كان، وين توتنهام كانت خرجت فايزه في الشوط الاول بهدف لصفر عند على هاري كان. شنا ريكاردو، شنا كيفاش ريكاردو من جانب لايستر سيتي وين عدل النتيجه في الدقيقه 69. شنا جيمس في الدقيقه 85 هدف نقولوا بلي الهدف اللي سجله هدف، نقولوا بلي هدف مخادع بالنسبه لهدف، وين خادع توتنهام، خادع اللاعبين، المدرب، خادع كل من كان في الميدان. والانصار فرحه كبيره عند الانصار تاع انصار تاع تاع لايستر سيتي في الميدان تاعها، وين شفنا كيفاش برناردو المدرب تاع لايستر سيتي وين دار تغييرات ذكيه. شنا تغييرات وين نقولوا بلي خاصة وين جيمس المحرك الفريق تاع لايستر سيتي، الهدف اللي سجلو في الدقيقة 85 هدف مخادع جدا، وين خادع كل من كان في المستطيل الأخضر. وين شنا فريق ما ننساوش الحارس شمايكل اللي انقذ المرمى تاعو من عده اهداف، خاصه وين هاري كين، شنا اريك، شنا سيسوكو، شنا هاري وينكس. يعني من جانب توتنهام، وين توتنهام لعب خطه 4-1-2-1-2، خطه ذكيه، خطه من الصعب فك شفراتها لا في الهجوم ولا في وسط الميدان ولا في الدفاع. لكن لايستر سيتي خطة 4-1-4-1 استطاع غلق منافذ أمام مهاجمين كما نقولوا تاع توتنهام، وين غلق عليهم ما عطاهمش مساحات كثيرة في الدفاع أمام، خاصة وين شنا داني، شنا فيرتيجان، شنا من جانب لايستر سيتي يعني والفيرد، ريكاردو، جوني، شنا سوين كاو لي شنا كيفاش، وخاصة في وسط الميدان تاع لايستر سيتي وين غلقوا كل المنافذ أمام توتنهام. توتنهام الذي لعب ما نقولوش يلعب تمريرات أحسن من لايستر سيتي نسبة الاستحواذ، لكن لايستر سيتي طريقة المعهودة تاعو تاع الهجمات المعاكسة والتنفيذ في التنفيذ من الكرات السريعة للهجوم، يعني وين دار خطورات كبيرة أمام توتنهام. توتنهام الذي لعب ما نقولوش بلي ما لعبش، لكن شنا كيفاش لايستر سيتي بطريقة ذكية، وين ماروسيو المدرب تاع توتنهام عمل 3 تغييرات لكن بدون جدوى أمام فريق اللي يعرف كيفاش يتحسن في الوراء، يعرف كيفاش يحسن خط وسط الميدان تاعو. وين شنا فاردي الذي بقى هو الوحيد مع المدافعين تاع توتنهام، لكن هذه هي المقابلة، هذا هو المستوى العالي تاع البريمير ليغ، مستوى عالي جدا، مستوى رفيع، يعني كل فريق وعنده التقاليد تاعو، شخصية تاع لاعبين، شنا حوار تاع مدربين، التغييرات اللي داروهم كلش كان تكتيكي صحيتهم.